السلام عليكم البنات متتبعين قناة ميلود الحادقة، مرحبا بكم من جديد. غبرت عليكم شوية اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الكيكة ديال المول العجيب، وبغيت نشارك معكم. هاد الكيكة سهلة، كنحتاج ليها جوج ديال البيضات، كنحتاج ليها كاس ديال السكر سنيده، كنخلط هاد قدرت ديري الخلاط الكهربائي قبل، انا كنخلطهم بيدي. هنا البنات فرغت هاد السنيده مزيان، هي والبيض كيف كتشوفوا، هذه الخلاط اللي جاوي، وغنزيد عليهم هاد الفاني، كتشوفوا البنات هاد الكيك ديال المول العجيب غتجي زوينه. غنزيد على هاد الكاس ديال الزيت، الحاجه اللي حطيتها كنحاول نخلط فيها، غنزيد على البنات واحد دانون بيستاج، دانو البيستاج هو دورة زوين. حيت انا غادي نزوقها بالكيوي، درتها بالبيستاج وكيتتاوم مع الكيوي. هنا البنات غنزيد على قبس الملح، وغنزيد على معلقه ديال الخل. الخل راه هو اللي كيحيد هذيك الريحه ديال البيض، وهو اللي كيطلع لينا الكيك ديالنا وكيحيد الريحه ديال البيض. كاين شي كيك كتبدا تشميه قبل ما تاكلي، هذا اللي كدير الخل راه نهائيا كلشي عارف الخل كيحيد الريحه ديال البيض. وهنا طحينا البنات بالتدريج، وعندي جوج خمارات، هاهما نديرهم وطحينها على حسب الخليط، وما كتديروهاش شويه عاقده بزاف، كتكون مجاريه مع عاقده. البنات نستمر نكمل ونشارك معكم. هنا الكيكة ديالنا واجدة البنات، هذا هو المول العجيب اللي انا دهنته بالزبدة ورشيته بالطحين. هنا غادي نخوي فيه هاد الكيك ديالنا، ودابا الفرن انا كان بلي بديت نصيف هاد الشيء، هاد المقادير الفرن شعلت عليه العافية، شعلته باش يسخن ليا. البنات الكيكه ديالنا وجدت، دابا انا درتها في هذا المول العجيب، وانا غندخلها للفران اللي مسخناه من قبل، راه سخون ما كندخلوش للفران، ما ديرهاش في الفران بارد راه ما كطلعش، ديرها في الفران يكون سخون، تكون مسخناه من قبل. انا غادي ندخلها للفران ونعود نتلاقى معكم. البنات درت الكيكه كطيب في الفران، وهنا غادي نعصر الليمون باش نصاوب الكريمه اللي غادي ندير فوق منها. هنا هاد العصاره راها ساهله البنات، هي راها تتنفع مزيان،
البنات صداد ديال هاد العصاره ديال الليمون حتى نعصر الليمون كامل ونعاود نطلق معكم. هنا البنات هذه هي العصاره ديال الليمون، هذا هو العصير اللي عطاتنا كيف شحال كتشوفوا. هنا غادي نزيد عليه السكر سنيده ونزيد عليه مايزينا هي النشا، وغادي نديرو كريمه ان شاء الله وغادي نطلق معكم. هنا باش قلت لكم هذه راه سهله، هنا كتخلصوا من داك العظم ديال الليمون، كلشي كيبقى الفوق، ورما غاليهش وزوينه وسهله في العصير الليمون. هنا البنات طابت لي الكيكه ديالي وخرجتها من الفران، ودابا غادي نصاوب الكريمه. هذا هو الليمون، جوج كيسان ديال العصير الليمون، غندير فيهم جوج معالق ديال النشا. نتمنى هاد الصوره تكون واضحه ليكم. وغندير فيها ثلاثه المعالق ديال السكر سنيده والحلاوه على حسب الذوق، كل واحد شحال بغى يدير، تقدري تنقصي تقدري ما ديريش. ثلاثه المعالق ديال السنيده ونحركهم مزيان حتى تحيدوا لينا دوك الحبيبات ديال النشا، نتخلصوا منهم ما بقاوش. عاد نشعل عليهم انا هاد الكيكه ديال المول العجيب. انا غادي نعمرها بالديسير، انا غادي ندير هاد الكريمه حتى تتماسك ونعاود نطلق معكم. البنات هادي هي الكيكه ديالي جبتها من الفران كتشوفوا، انا دابا غادي نحيدها. هنا البنات غنعمرها بالديسير من التحت كيف كتشوفوا، عندي الكيوي وعندي الفريز. نتمنى الصوره تكون واضحه لكم مزيان. غادي نعمرها مزيان بالكيوي والفريز، عاد ندير لها الكريمه. هاد الكيكه البنات راه شبه الطورطه، بحال الطورطه ولكن هي راه كيكه كتجي جديده وزوينه. انا كنديرها قلت علاش لي ما نشاركها مع البنات، وهي سهله ما كتطلبش شي مقادير غاليه وما واعره تكوني جالسه وتنوضي غير تحضريها. هنا كيف كتشوفوا، نتمنى تكون واضحه لكم هاد الصوره ان شاء الله. هنا الكريمه ديالنا واجده اللي غادي ندير فوق الديسير، نتمنى تكون واضحه الصوره ليكم. هادي هي الكيكه ديال المول العجيب، ولكن راني باقا غادي نزيد مازال نكمل ليها اللي باقا. هنا بلا ما نطول عليكم الفيديو تنكمل داكشي اللي باقي باش نزوقها. باقا ندير لها الكاوكاو اللي مفسخاه ومحمره مهروشه، باقا غنديروا ليها من الجناب ونزيد شويه ديال الكيوي ونعاود نطلق معكم. الطبق النهائي البنات ديال الكيكه اللي شاركت معكم ديال المول العجيب هي هذه. انا زينتها بهنا بالفريز وبالكيوي، حقاش انا عامره بالكيوي من الداخل.
انا غادي نقطعها معكم تشوفوا الطريقه كيفاش جات. هنا الكيكه البنات راه ساهله بزاف. هذا هو الطبق النهائي ديال الكيكه. حقاش انا معمراها من الداخل بالاناناس وبالفريز. هنا كتشوفوا كيفاش جات.